ساعات قبل موعد الصمت الانتخابي، ومع انطلاق عمليات التصويت للتونسيين بالخارج للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضرورة احترام الضوابط القانونية، داعية المرشحين إلى القبول بما ستفضي إليه صناديق الاقتراع وعدم استباق الإعلان عن النتائج بشكل منفرد. ندعو المترشحين إلى الابتعاد عن حرب الأرقام بعدم الإعلان عن أي أرقام تخص النتائج قبل إعلان الهيئة عن النتائج الأولي. قرابة 350 ألف ناخب تونسي بالمهجر يتوجهون إلى مكاتب التصويت ب43 بلدا إلى حدود يوم الأحد. في المقابل، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لتأمين المسار الانتخابي عبر تخصيص 60 ألف عنصر أمني لحماية مراكز الاقتراع والتجميع. تم أكثر من 60 ألف معناها عون أمن بخلاف معناها أعوان الجيش الوطني سيؤمنون مكاتب الاقتراع ومسارات معناها صناديق الاقتراع وغيرها، وبالتالي ندعو التونسيين إلى الإقبال بكثافة على التصويت. حملة المرشح الباجي قائد السبسي حشدت أنصارها بالعاصمة عشية اختتام الحملات الدعائية، مشهد بدأ أقرب إلى استعراض للقوة عززه حضور عدد من الأطراف السياسية الداعمة لمرشح نداء تونس. قائد السبسي شدد على أبعاد التمسك بالوحدة الوطنية وتجاوز الخلافات التي طبعت المرحلة الماضية. ونحب زادة نطويو الصفحة تاع الخلافات ونطويو الصفحة تاع المحاسبات ومع الأمور المتخلفة هذه. الناس الكل توانسة اللي عمل واللي ما عملش، نطوي صفحة الماضي ونخزر للمستقبل. حملة انتخابية طغى عليها التنافس الحاد والترشق بالتهم ما بين المترشحين قبل أن تختتم بإيقاع قوي وحشد كبير بين المعسكرين مع دخول الصمت الانتخابي منفرد. ندعو المترشحين إلى الابتعاد عن حرب الأرقام بعدم الإعلان عن أي أرقام تخص النتائج قبل إعلان الهيئة عن النتائج الأولي. قرابة 350 ألف ناخب تونسي بالمهجر يتوجهون إلى مكاتب التصويت ب43 بلدا إلى حدود يوم الأحد. في المقابل، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لتأمين المسار الانتخابي عبر تخصيص 60 ألف عنصر أمني لحماية مراكز الاقتراع والتجميع. تم أكثر من 60 ألف معناها عون أمن بخلاف معناها أعوان الجيش الوطني سيؤمنون مكاتب الاقتراع ومسارات معناها صناديق الاقتراع وغيرها، وبالتالي ندعو التونسيين إلى الإقبال بكثافة على التصويت. حملة المرشح الباجي قائد السبسي حشدت أنصارها بالعاصمة عشية اختتام الحملات الدعائية، مشهد بدأ أقرب إلى استعراض للقوة عززه حضور عدد من الأطراف السياسية الداعمة لمرشح نداء تونس. قائد السبسي شدد على أبعاد التمسك بالوحدة الوطنية وتجاوز الخلافات التي طبعت المرحلة الماضية. ونحب زادة نطويو الصفحة تاع الخلافات ونطويو الصفحة تاع المحاسبات ومع الأمور المتخلفة هذه. الناس الكل توانسة اللي عمل واللي ما عملش، نطوي صفحة الماضي ونخزر للمستقبل. حملة انتخابية طغى عليها التنافس.